نشرة أخبار صوت الكنيسة تأتيكم من المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر. يوم مبارك وإليكم موجز لأهم الأخبار. البابا فرانسيس يلتقي ببطاركة الشرق الكاثوليك. بطريرك الأقباط الكاثوليك يجتمع بكهنة الإبرشية البطريركية بحضور ممثلين من جماعة إيمان ونور. السفير الباباوي الجديد في ضيافة شيخ الأزهر الشريف. تدشين مغارة ومزار مار أنطونيوس الكبير للكلدان بحضور مطران إبرشية أسيوط. إبرشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك تحتفل بعيدها 37. الكاثوليكية تطلق أولى قنواتها الإعلامية من مصر على منصات التواصل الاجتماعي. الكنيسة الكاثوليكية تشارك للمرة الأولى في فعاليات معرض الكتاب في دورته 51. كنيسة السيدة العذراء بكوم غريب تحتفل بالمناولة الاحتفالية لعدد من أبنائها. كان هذا الموجز وإليكم التفاصيل. البابا فرانسيس يلتقي ببطاركة الشرق الكاثوليك. التقى قداسة البابا فرانسيس يوم الجمعة 7 فبراير العام الجاري ببطاركة الشرق الكاثوليك، وهم بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحاق صدراك، بطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي، بطريرك بابل للكلدان الكاردينال ماري لويس روفائيل ساكو، بطريرك السريان الكاثوليك ماري أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك روما الملكيين الكاثوليك ماري يوسف عبسي، بطريرك كليكية للأرمن الكاثوليك كريكور بدروس العشرين، حيث تناول الحوار أوضاع الكنائس الشرقية الكاثوليكية بالشرق الأوسط. بطريرك الأقباط الكاثوليك يجتمع بكهنة الإبرشية البطريركية بحضور ممثلي عن جماعة إيمان ونور. اجتمع صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر بكهنة الإبرشية البطريركية في لقائهم الشهري بالمقر البطريركي بكبري القبة، وبحضور كل من نيافة الأنبا بخوم النائب البطريركي لشؤون الإبرشية ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران إبرشية الجيزة والفيوم وبني سويف، وبحضور ممثلي عن جماعة إيمان ونور. تناول اللقاء محاضرة ألقاها نيافة الأنبا توماس من الكتاب المقدس عن مفهوم المشروع الرعوي الإبرشي بيت الرب من الحجر للبشر، ثم لقاء مع ممثلي جماعة إيمان ونور. بعنواني معا نصنع قادة المستقبل، وبحضور غبطة البطريرك مجموعات الأهرام الكشفية تحتفل بالمواهب. ترأس صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك الحفل السنوي لاتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك مجموعات الأهرام الكشفية، وبمشاركة شفتان سهير حلمي قائدة الاتحاد وعددا من الكهنة والقادة وأعضاء المجموعات الكشفية المختلفة، وذلك يوم السبت الأول من شهر فبراير الجاري. السفير الباباوي الجديد في ضيافة شيخ الأزهر الشريف. زار صباح يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير لعام 2020 صاحب السيادة المطران نيكولاس هنري السفير الباباوي الجديد فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر المشيخة، وبحضور الأب الدكتور جون درويلا الدومينيكاني. تأتي الزيارة ضمن جولة سعادة السفير فور وصوله واستلام مهام عمله بجمهورية مصر العربية، وأيضا لتبادل التحية باسم قداسة البابا فرانسيس. برئاسة القاصد الرسولي مدرسة العائلة المقدسة تحتفل بعيد المكرسين. ترأس صاحب السيادة المطران نيكولاس هنري القاصد الرسولي بمصر صلاة القداس الاحتفالي لعيد المكرسين، وذلك مساء يوم السبت الموافق الأول من شهر فبراير الجاري بكنيسة مدرسة العائلة المقدسة بحي الفجالة القاهرة. شارك سيادته في الصلاة كل من صاحب السيادة المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، وصاحب النيافة الأنبا بخوم النائب البطريركي لشؤون الإبرشية البطريركية، وبمشاركة أيضا عددا من الأباء اليسوعيين والرهبان والراهبات من الجماعات الرهبانية المختلفة. تدشين مغارة ومزار ماري أنطونيوس الكبير للكلدان بحضور مطران إبرشية أسيوط. ترأس نيافة الأنبا كيرولوس ويليام مطران إبرشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة الأب بوليساتي المدبر البطريركي لإبرشية القاهرة للكلدان بمصر القداس الاحتفالي لعيد ماري أنطونيوس الكبير شفيع أقدم رعية للكلدان في مصر والتي تقع بحي الفجالة القاهرة، وذلك يوم السبت الموافق 18 من شهر يناير العام الجاري. تخلل الاحتفال تدشين مغارة وتمثال القديس مار أنطونيوس ليكون مزارا لشعب الكنيسة في مصر. إبرشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك تحتفل بعيدها 37.
احتفلت إبرشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك بالقداس الإلهي بمناسبة عيد تأسيس الإبرشية 37، حيث ترأس الصلاة كل من نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الإبرشية ونيافة الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للإبرشية ذاتها، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 23 من شهر يناير للعام الجاري بمقر المطرانية محافظة الإسماعيلية وسط حضور عدد من كهنة الإبرشية. الكاثوليكية تطلق أولى قنواتها الإعلامية من مصر على منصات التواصل الاجتماعي. أطلقت الكنيسة الكاثوليكية بمصر أولى قنواتها الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي باسم الكنيسة الكاثوليكية المصرية، وذلك يوم السبت 18 من شهر يناير الماضي، حيث تبث القناة برامجها يوميا من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 6 مساء وعلى مدار الأسبوع. الكنيسة الكاثوليكية تشارك للمرة الأولى في فعاليات معرض الكتاب في دورته 51. بتشارك السنة دي 2020 الكنيسة القبطية الكاثوليكية والأول مرة بشكل رسمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن فعاليات دورته 51، وده هيكون في الفترة من 22 يناير وهيستمر لحد يوم 4 فبراير للعام الحالي بمركز المعارض الدولية بمحور المشير، وتختص بطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر بجناح A38 بصالة 3، ويتواجد بقسم الكنيسة سلسلة إصدارات لوجوس بالإضافة لإصدارات دار القديس بطرس والمكتبة البوليسية وإصدارات دار المشرق. وكانت ردود الأفعال على مشاركة الكنيسة الكاثوليكية بمعرض إيجابية جدا، وده اللي بيشجع على تكرار المشاركة في السنين اللي جاية. بعنوان المسيح حي فيا، إبرشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك تنظم مهرجانا لشبابها تحت رعاية نيافة الأنبا توماس مطران إبرشية الجيزة والفيوم وبني سويف، وكلا من الأب ماركوس صالح والأب باخوميوس سمير مسؤولي لجنة الشباب في الإبرشية. كانت فعاليات يوم الشباب بعنوان المسيح حي فيا، والتي أقيمت يوم السبت الموافق 25 برعاية القديس بولس بعزبة شكر، حيث اشترك حوالي 80 شاب من مختلف رعايا الإبرشية. اختلفت فقرات المهرجان لتحتوي على القداس الإلهي ولقاء تكويني قدمه الأب بطرس أنور راعي مطرانية الأقباط الكاثوليك بالفيوم، والذي تناول من خلاله رسالة قداسة البابا فرانسيس المسيح يحيى. بعنوان سويتش، لجنة الشباب الإبرشية تنظم مهرجانها السنوي. نظمت يوم السبت 25 يناير لسنة 2020 لجنة الشباب الإبرشي للإبرشية البطريركية مهرجانها السنوي تحت عنوان سويتش، وده تحت رعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبحضور نيافة الأنبا باخوم المعاون البطريركي للإبرشية البطريركية والأب فرانسيس وحيد مرشد اللجنة الإبرشية للشباب، وبحضور حوالي 300 فرد من الشباب والشابات من محافظات القاهرة والدلتا والإسكندرية. احتوى اليوم على العديد من الفقرات، ومنها التأمل وورش عمل وعرض مسرحي من فريق الحياة للدراما، بجانب الألعاب من فريق CST الفريق الرياضي الكاثوليكي واللي كانت أول انطلاقة لي. أنا نانسي بطرس من كريسة العذراء وسنا. اليوم فكرته أحسن من كل مرة، يعني أولا اخترته شعار أنا شايف إن هو يعني حلو جدا، وكمان التنظيم يعني باين أكتر من كل الايام اللي فاتت ان احنا من اول ما جينا والناس اللي كانوا بيقسموا الفرق واقفين منظمين. اسمي ميل نبيل من اسكندريه من كنيسه سيدة الايقونه العجبيه ميامي. بالنسبه لي يوم جميل جدا، انا انبسطت فيه بصراحه. فكره الالعاب اللي هي بهدف الجديده دي بسطتني جدا. في الاول ما كنتش فاهم حاجه طبعا، بلعب منبسط، بس بعد كده لما قعدت طبعا في الدائره بتاعتنا المشاركه بتاعتنا دي فادتني جدا. اسمي ماريا من كنيسه الانبا انطونيوس فجاله، واول مره اجي النهارده حاجه تبع الابرشيه، بس يعني شايف ان هي حاجه لطيفه، الناس كلها مبسوطه. الالعاب برده كان فكره التنظيم الوقت بتاعها كان حلو جدا برده. كل مره كان بيبقى الوقت مش مظبوط، بس المره دي لا، الوقت كان مظبوط ومحسوب. يعني هي الالعاب حاساها قديمه شويه، ومش على غير اللي احنا كنا متوقعينه، لانه اليوم اللي فات كانت العابه يعني لحد ما كانت حلوه قوي. جينا المره دي كانت الالعاب لحد ما مش بنفس مستوى السنه اللي فاتت. الالعاب كمان كانت حلوه قوي، والناس من كنيستي بالذات انبسطوا، فحسيت ان دي حاجه حلوه. يعني صراحه انا بشكر الناس اللي منظمه، والفكره بتاعه الالعاب بالخدمه بالخبره جميله. يعني حتى الان انا اليوم بالنسبه لي مبسوط بصراحه، تغيير جو وطلعت كل اللي عندي واكتشفت حاجات جديده في شخصيتي. يعني جوزيف رفعت من كنيسه القديس انطونيوس الفجاله، وانا من ضمن المسؤولين عن اليوم من لجنه الشباب الابرشي. العدد كويس جدا، احنا اكتر من 250 فرد تقريبا،
وده اول مره تحصل، واول مره يحصل يجي العدد ده كله باسكندريه بقويسنا. انبسطت جدا ان هم شاركونا قوي في المهرجان ده، كان اليوم ماشي كويس، الناس مبسوطه، الناس متحمسه ولسه مستعدين يقعدوا لحد الساعه 10 بالليل. رامي فضل من لجنه الشباب البرشيه البطريركيه. النهارده احنا لجنه الشباب بتنظم اليوم اللي هو سويتش ده اللي هو جاي من ستون تو هيومن، ده في اطار الشعار الرعوي اللي عاملينه للبرشيه البطريركيه. فاحنا النهارده بننظم ده كلجنه شباب، ان يكون كل الكنائس اسكندريه والدلتا والقاهره يكونوا متجمعين في التجمع ده، ياخدوا فكره عن الشعار الرعوي اكتر، ده بدايه السنه بتاعتنا، ياخدوا فكره اكتر عن قد ايه الكنيسه مهتمه بالشباب، عايزه تكون الشباب فعلا في وسطها، وعايزين فعلا نحس بالانتقال من الحجر للبشر، نكون احنا موجودين في وسط كل الناس، علامه على وجود مسيحي ملح ونور في وسط العالم. واحتوى اليوم كمان على العديد من الكلمات، منها كلمة الأب فرانسيس عن رؤية وهدف اللجنة. النهاردة بنتجمع من كل شباب الإبرشية البطريركية، القاهرة، اسكندرية، أويسنا، وعدد جميل من الشباب حوالي 300 شاب وشابة، كلهم متجمعين علشان يقضوا يوم مع بعض، يتعرفوا، يسمعوا، يتفاعلوا. والحقيقة ده كان واضح جدا خلال اليوم، كان ليهم حضور غير عادي. النهاردة بنتكلم في نفس اتجاه شعار الإبرشية البطريركية، الإنسان من الحجر للبشر، أو الكنيسة من الحجر للبشر. والحقيقة زي ما سمعنا في كلمة سيدنا النهاردة، إزاي ما نخليش حاجة تضيع أو تسرق مننا شبابنا، وده يعني روح الشباب، وده اللي بنسعى إليه كلجنة، وبنحاول يكون موجود ومتوفر من خلال اللقاء. وكلمة نيافة الأنباباخوم اللي يوجه فيها للشباب دعوة واضحة، اوعوا حد يسرق شباب. محدش هيسرق شبابك، اكتبوها، شوف كل يوم مين النهاردة اللي بيسرق شبابك وحاربه. كلمة من أخ بتفشلك حاربها، اعتمادية الغيها، محدش هيسرق شبابنا، ده اللي بتمناه ليا وليكم. شكرا. اللقاء الرابع لشباب منطقة طهطا بحضور مطرانية الإبرشية بمشاركة وحضور كل من نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إبرشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا يوسف أبو الخير المطران الفخري للإبرشية ذاتها، وبمشاركة عددا من كهنة الإبرشية. أقيم اللقاء الرابع لشباب منطقة طهطا، والتي تشمل كنيسة السيدة العذراء بالخزندرية وكاتدرائية يسوع الملك طهطا، وكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بساحل طهطا، ذلك يوم الخميس الموافق 30 من شهر يناير العام الجاري. كان قد شارك حوالي 150 شاب من الثلاث رعايا المشاركة. اختلفت فقرات اليوم لتشمل الكلمة الروحية والتي قدمها الأب إبرام نوح، والترانيم مع كورال السمائيين بقيادة الأب ويلسون. برعاية وحضور مطران المنيا، قانا للعائلة ينظم فعاليات بعنوان أجذبني وراءك. نظم مركز قانا الجليل للعائلة والحياة فعاليات يوم العائلة الإبرشية بعنوان أجذبني وراءك، وذلك يوم الجمعة 31 من شهر يناير الماضي بكاتدرائية يسوع الملك المنيا، بحضور كل من نيافة الأنبا بطرس فهيم مطران إبرشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إبرشية الإسماعيلية ومدن القناة، أيضا بحضور عدد من الأباء الكهنة والعائلات من الرعايا المختلفة. كنيسة السيدة العذراء بكوم غريب تحتفل بالمناولة الاحتفالية لعدد من أبنائها. احتفلت رعاية السيدة العذراء مريم بكوم غريب محافظة سوهاج بتقديم 47 من أبنائها وبناتها للمناولة الاحتفالية، حيث ترأس القداس الاحتفالي كل من نيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إبرشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا يوسف أبو الخير المطران الفخري للإبرشية ذاتها، وبمشاركة كل من الأب يوسف فوزي راعي الكنيسة، والأب بطرس تانيوس، والأب ويلسون. بعنوان قلب الخادم مسكن الرب، فرح وعطاء تجدد وعدها السنوي. نظم نشاط فرح وعطاء الخاص بأغنياء السن بالإبرشية البطريركية بتجديد الوعد السنوي للنشاط، وذلك يوم السبت الأول من فبراير الجاري بدار سيدة السلام التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك، وبحضور نيافة الأنبا بخوم النائب البطريركي لشؤون الإبرشية البطريركية، وبمشاركة الأب جورج جميل المرشد الروحي للنشاط. هذا وكان قد حضر الفعاليات حوالي 100 خادم يمثلون 13 رعية من رعاية
الإبرشية التي تمتد لتشمل القاهرة والدلتا والأسكندرية. إليكم أهم ما جاء في هذه النشرة. البابا فرانسيس يلتقي ببطاركة الشرق الكاثوليك. بطريرك الأقباط الكاثوليك يجتمع بكهنة الإبرشية البطريركية بحضور ممثلين من جماعة إيمان ونور. السفير الباباوي الجديد في ضيافة شيخ الأزهر الشريف. تدشين مغارة ومزار مار أنطونيوس الكبير للكلدان بحضور مطران إبرشية أسيوط. إبرشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك تحتفل بعيدها 37. الكاثوليكية تطلق أولى قنواتها الإعلامية من مصر على منصات التواصل الاجتماعي. الكنيسة الكاثوليكية تشارك للمرة الأولى في فعاليات معرض الكتاب في دورته 51. كنيسة السيدة العذراء بكوم غريب تحتفل بالمناولة الاحتفالية لعدد من أبنائها. شكرا لمتابعتكم، وإلى نشرة جديدة. يوم مبارك.